نصيب 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 إني أقابلك، نصيب إني أحبك، نصيب. هتبقى أمي، شوف هي بتقتل أبويا، بتجبرني إن أنا أدفنه بإيديا الاتنين دول، عشت عمري كله في رعب، تعرفي؟ أنا لما قابلتك افتكرتك هتعوضيني عن كل حاجة، كل حاجة، لكن لا، إزاي؟ النصيب لازم يبقى ليه رأي تاني، نفس الملامح، نفس الابتسامة، نفس الشر، لكن لأ، لا لا لا، أنا مش هعيش موجوع تاني، والنصيب مش هيتحكم فيا تاني. صادي انا هدفن وجعي بايديا. انا هحاول كل حاجة. أنا مش عارف إزاي ده حصل، بس صدقني هالسبب، جات لي الشركة فجأة وقعدت تزعل وتشتم وتهددني، خفت من الفضيحة، قعدت أرجوها تسكت ونتفاهم بالراحة، وقلت لها أنا هعمل كل اللي أنت عايزاه. ما سمعتش كلامي وقعدت تزعق تاني، كان لازم اسكتها بأي طريقة، لقيت نفسي بطلع المسدس من الدرج. أنا كنت ناوي أهددها بيه بس مش أكتر، أرجوك أنا والله ما كنت ناوي أعمل حاجة بيه. المسدس جات لها حالة استرين، جريت عليا ومسكت ايدي، معرفش ازاي المصاصة طلعت من غير مقصد المسدس. معرفش، مكنتش ناوي أقتلها، مكنتش ناوي أقتلها، مكنتش ناوي أقتلها أبدا، وكان والله العظيم مكنت ناوي أقتلها أبدا. يا فتاح عليم يا رزاق يا كريم، شوية زباين عايزة تحرق، كل واحد فاكر إن هو إحنا شغالين عند أهاليك. سلام عليكم. أهلا. وعليكم السلام. اخبارك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. وانت مالك شكلك متضايق كده مش عاجبني؟ طب سيب بس سيدي يابا بس الاول. الحمد لله. الزباين يا عم عايز الحل. ليه بس يا اسطى؟ يا عم فاكرين يا اخي ان احنا شغالين عند اهاليهم؟ طب سيبك منهم يا اسطى، خليك معايا. عملت لي ايه كبير في الحوار بتاعي؟ الميكروباص. الميكروباص. طب انا يا باشا مش هقول لك كمان يومين. كمان يومين يا اسطى؟ انت قايل لي كمان يومين، دي بقالك 3 شهور وانا رايح جاي عليك وقاعد على القهوه مش عارف اشتغل. مش بعمله لك على احسن مستوى؟ احسن مستوى؟ مش عايز انا احسن مستوى يا بابا، انا عايز الميكروباص عشان اطلع اشوف اكل عيشي. يا استاذنا بص، انا قلت لك اول ما انت جبته لي متدغدغ، قلت لك هسلمه لك عروسه. متدغدغ يا اسطى؟ ده هم السلكين هتعملهم في ربع ساعه. لا حول الله يا رب. طيب تعالى بكره
هظبط لك كل حاجه. بكره مش هينفع يا اسطى، انا 3 شهور قاعد على القهوه. بص جيوبي فضيت يابا، مش هصرف منين؟ لا لا معلش بقى، ما هو مش كل واحد زبون يجي ايه عايز كل حاجه ببلاش ومن غير فلوس وبتاع، وانا خلاص يعني. بس يابا انا 3 شهور رايح جاي عليك، عمال تاخد مني فلوس اجيب قطع غيار قطع غيار، محسسني ان انت بتصلح الزلاموكه. لا ما حضرتك، ما هي قطع غيار رايحه وقطع غيار جايه وليله. طب بص يا اسطى اديني الميكروباص بتاعي وانا اصلحه بمعرفتي. لا معلش كده انت بتهني يا اسطى. يا اسطى فين اللي انا بس يا اسطى، انت شكلك مش عايز تشتغل، انا اصلحه يابا. بتهني يا اسطى، اسمع مني يا اسطى. طب يا اسطى انا مش شايف الميكروباص اصلا موجود، انا رايح جاي عليك بقالي شهر مش شايفه. انا مش مظبطهولك يا جدع. يا عم انا مش عايز اظبطه، انا عايزه زي ما هو، انا عايزه بايظ. لا لا معلش كده انت برضه بتهني تاني برضه. طب هو يعني ايه تجيبهولي في عهدتي وتيجي تقول لي عايز اخده كده من غير ما يكمل؟ شكلي ايه قدام الحته يعني؟ حته يخرب بيتك يا اسطى. فين الميكروباص؟ طب انا اشوفه بس اطمن. طيب بكره خلاص اخر ميعاد يا اسطى، هتيجي تستلمه زي ما قلت لك عروسه. طب بص يا اسطى كرم اخلاق مني، هسيبك اليوم كمان، بكره يا اسطى لو ما جيتش لقيت الميكروباص هيعمل معاك الغلط. ماشي ماشي يا باشا، يلا يا عم اتكل على الله. مساء الخير. اتاخرت ليه لغايه دلوقتي؟ كنت في عيد ميلاد واحد صاحبي. واحد صاحبك ولا واحده صاحبتك؟ بقول لك ايه، انا مش ناقص، انا مراتك ومن حقي ان انا اعرف. تعرفي كفايه بقى، انا زهقت. زهقت؟ لما انت زهقت عايش معايا ليه؟ ما تروح تعيش مع واحده من الوسخين اللي انت تعرفهم. انسى ازاي بس؟ الحرق لازم تستمر. مش فاهم ازاي الناس تقدر تخون وتخدع بالشكل ده؟ انت لازم تطلع نفسك من الحاله دي، الدنيا مش هتوقف عشان واحده طلعت خاينه. انا مش زعلان عشان هي اتخانقت، انا زعلان اني كنت مغفل عبيط واهبل. الحياه كانت قدامي زي الشمس، ازاي كنت عامل الدرجه دي؟ ازاي ما كنتش شايفها؟ عشان كنت بحبها، ما كنتش مستعد تسمع عليها اي كلمه وحشه. انا خلاص كفرت بالحب، اللي جوايا دلوقتي كره بس. انا لازم انتقم منها، لازم ادمرها. طبعا بحبها، ولو في حاجة تانية أكتر من الحب. عارف؟ لما تكون طول عمرك مستني حاجة وفجأة تلاقيها قدامك كده، تحس ساعتها إن أنت أول مرة في حياتك تعيش بجد. إحساس عمري في حياتي ما حسيته. وساعتها تفتكر ان كل حياتك دي كلها ولا كانت موجودة. هو ده احساس تجاه سارة. سارة هي كل حياتي دلوقتي. ومعايا انا اوي. النهاردة الصبح صحيت من النوم لقيتها تعبانة جدا. دايخة ومش عارفة تقف على رجليها. اتصلت بالإسعاف وجم خدوها المستشفى. الدكاترة قالوا لي إن حالتها صعبة جدا ولازم لها عملية بسرعة. ربنا يستر. لا مش عارف اعمل ايه لو جرالها حاجة. دي كل حاجة في حياتي. يا ابن الكلب يا واطي، تسرقني؟ تسرقني انا؟
بعد ما لميتك من الشارع وخليتك بني آدم، بعد ده كله تسرقني؟ ده انت ابوك وامك كانوا بيتحايلوا عليا عشان اشوف لك اي شغلانة. شغلتك معايا وعملت لك قيمة، وبقى الناس ينادولك يا أستاذ بعد ما كنت صايع ما تسواش حاجة، وبعد كده جاي تعمل راسك براسي وتسرقني يا ابن الكلب، وتوصل بيك الوساخة انك تسرق المكان اللي بيأكلك عيش وعمل لك قيمة. صحيح كل واحد بيعمل بأصله، وانت اصلك واطي. انا خايف. خايف؟ خايف اوي. خايف من ايه؟ انا بقول الفضاء سير، ولو على الفلوس اللي بتديها لي كل شهر مش عايزها. مش عايزها ازاي؟ دي قد مرتبك 3 4 مرات. بس لو ما تعرفش شريف بيه، لو عارف ان بنجسس عليه ممكن يعمل فيا ايه؟ مش هينفع تطلع منها بس من دلوقتي. يعني ايه؟ يعني تقول الحمام ازاي يخرج؟ قصدك ايه يا نجيب بيه؟ انا محتاجك دلوقتي اكتر من قبل كده، وعلى قد ما هتتعب معايا وتجيب لي معلومات كويسه على قد ما هتكسب المربع. ولو فكرت تلعب بالنار محدش غيرك اللي هيتلسع بيها. فاهم؟